اريد اشرح لكم موضوع قصة شاب عاش حياته بالذل والخضوع بقلبه كان هم كبير ويبدي يسأل الاسئلة هل الهم عاش بذاته ولا هو فيه ابتالة هم كبير ما يتصور انسان انه يشيله يحس نفسه دوم يتراجع وما باليد حيلة يقارن بينه وبين الغني يشوف فرق شاسع هذا الفرق في كل يوم يهيج بقلبه المواجع يدوس على جروحه في سبيل انه يكافح كل حلمه كل مناه انه يكون شخص ناجح لكن وين وذا حزنه يلحقه في كل مكان مل من حياته حزنه يذكره في اهاته الى متى يستمر هذا وضع يشوف نفسه مختلف غير عن كل ربع حزنا نطوق كل حياته ما هو راضي يجتاح هما جالس على صدره ما هو راضي ينزاح لو حالي ضاق والفقر غالب على احوالي اكتم دمعت محتاج ياش والدنيا ضده همومي زادت ولا في الدنيا شيء لظن جليل الراحة ابتدى انا فيه لقصة ولد من الفقر الشارع كان هو يربيه شاف الذل والمهانة ما لقى اللي يحتويه ويتساءل في كل لحظة هل هذا اللي يبيه اطلق العنان بكتب لكم هذا البيان بيان طفل صغير فقير ما حسابت بالحنان طول عمره حياته شقة ما شعر بالاطمئنان لكنه حاول انه في لحظة يكون انسان تبا لكل مجتمع معطاهم الاهتمام تبا لكل شخص ملك القدرة ما خطاها بده خطوة للامام شكرا لكل فقير عنده طموح وما صباه اليأس عذرا منكم لننا لحالكم عنكم نيام نشوف دمعكم نهر نشوف حالكم منكسر نشوف الأم تبكي ما بيدها إلا تموت قاهرة سألنا بداخلي إلى متى هذا الحال لو حالي ضاق والفقر غالب على أحوالي أكتم دمعت محتاج ياش الدنيا مرة الغني مرتاح بيها والفقر ما ذاق مسره كرمته تنهان لجل اللقمة لجل يشبع جوعها السليب الترفيه عنه كلها محظورة وممنوعة مش بيده يسوي دام الدنيا غلبت على حاله كافح في حياة كثير وحتى قرش ما لقاله ما قال مني اكتبه لاني حاسس بشعور انسان فقير في الدنيا خابض ظنه وظني نفسي اقول له اني عارف بحال اعذرني هالدنيا ما تعدل في امور الناس الغني يعيش بكسور والفقير عادي ينداس صار يقاس الوضع بالفلوس الغني كل شي له مباح والفقير لا ما يجوز لجل اللقمة يتعب كل شي في حياته يصعب ما يلاقي اي شي يتمنى يكون معاه يرغب بالقليل لجل يقضي حاله يتمنى يحصل شي ثمين يعدل له احواله لو حالي ضاق والفقر غالب على احوالي اكتم دمعت محتاج ياش .net.